هلو مرة تانية، اهلا بيكم في فيديو جديد ومفيد في قناتي. فيديو النهاردة هنعمل فيه اللوك اللي انتوا شايفينه ده خطوة بخطوة. استخدم معاكم النهاردة منتجات شي ان لاول مرة. الميك اب ده للناس اللي بتحب الميك اب الخفيف خالص اللي ما فيهوش شغل كتير. المنتجات الجديدة اللي انا هوريها لكم النهاردة هتنفعكم جدا. حلو في الموضوع بجد ان سعرهم كلهم اقل من 100 جنيه. خلي معايا الفيديو ده للاخر عشان تشوفي اللوك الحلو ده ازاي يتعمل بمنتجات رخيصة كده. ما تبتدي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر كمية من البنات، من اشتراك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة من النوعية دي. كلام كتير، يلا بينا نخش على الفيديو. هنبتدي مع بعض باهم حاجه وهي ترطيب الوش، وزي ما عودتكم دايما بستخدم مرطب سيت ايفز اللي هو ده، هرطب بيه الوش ونبدا مع بعض. النهارده بقى احط برايمر للوش اول مره استخدمه، هو البرايمر بتاع شي جلام. بقى ده شكل البرايمر، هو شكله إليجنت قوي كده وحاجه شيك. هنبدأ نستخدمه مع بعض. هو المفروض اللي قالوا عليه ان هو بيضيع المسام وكمان بيعمل تفتيح شويه للبشره، ففي بعض الناس بتستخدمه كبديل للفاونديشن وهي نازله الصبح. فتعالوا مع بعض نشوف ايه الايفكت اللي بيعمله. بصوا هو زي كده، وبناخد منه بالمعلقه اللي معايا دي، نبدأ نحط كده. بنات انتوا شايفين الافكت اللي عمله؟ انا حاسه ان هو زي ما يكون فعلا فتح البشره شويه. يعني البنات اللي كانت بتحب، فاكرين كريمات فيرن لافلي والبونز والحاجات دي، انا كنت زمان بحب كريم اسمه بونز كده بتاع تفتيح، حسيت ان هو شبهه اللي هو بيفتح البشره ويديها زي نضاره كده وتنوير ونعومه قوي، بس انتي عقبالك انك مش حاطه حاجه كده. يا بنات هستخدم الكونسيلر ده برده من شي جلام. الدرجه اللي انا جبتها النهارده اسمها كوكونات فليكس، هي درجه غامقه ولكن انا جايباها لغرض الكنسله وانها تعمل زي صفاء للبشره كده من غير ما احط فاونديشن، ان هي تبقى حاجه صالحه قوي لو انت نازله الصبح ما بقاش باين ان انت حاطه ميك اب وكونسيلر وتفتيح وكده. فتعالوا مع بعض نبتدي. بصي يا بنات، مبدئيا انا حابه قوي الكونسيلر ده وحاساه ان هو فعلا اداني الايفكت اللي انا عايزاه. الدرجه بتاعته تحفه لتغطيه الغالات. الناس عندهم هالات خفيفه زي، هيبقى حلوه معاهم قوي الدرجه دي، بحيث ان هي خفت الهالات وخفت اي يعني اثار بقع مش عارف ايه، بس خفته بطريقه طبعا طبيعيه. يعني هو لسه باين تحت الجلد شويه حاجات ولكن طبعا في الاغلب هو اختفى. اي منتج انا هتكلم عليه النهارده من شي ان، الميك اب كله سعره اقل من 100 جنيه. استخدم الكونتور ستيك ده برضو من شي ان، الكونتور ده برضو كان اقل من 100 جنيه. انا جبت منه درجه اسمها النود اند كوكو، الدرجه دي المفروض فيها ناحيه هايلايت وناحيه كونتور. هنبدا نحط مع بعض الكونتور ونشوف هنعمله ازاي. كده يا بنات انا خلصت خلاص الكونتورنج والهايلايتنج بتاع الوش اللي عملته كله بالستيك. انا حبيت الستيك ده جدا وحاسه ان هو سهل في الفرد قوي وكمان سهل في الدمج، والوانه كمان كانت خطيره فحبيته قوي وانصحكم تجيبوه. هستخدم معاكم البلاشر ده برده من شي جلام، انا جبت درجه روز ريتشوال. بصوا بقى دلوقتي يا بنات انا هثبت الوش كله بالباودر المفضله بتاعتي بتاعت اماندا. انا هستخدم الباودر دي اللي هي بتاعت اماندا درجه 05. دلوقتي يا بنات انا هحط الماسكارا دي من ام ان وهبدا احطها طبقه خفيفه جدا على العين عشان هبدا اركب رموش بعدها. دلوقتي يا بنات انا هستخدم الباليت دي بتاعت ام ان، دي باليت بلاشر وفيها درجات شويه كده على برونزر او كونتور، دي درجتها اي. هاخد منها دلوقتي اغمق درجه اللي هي دي وهبدا احطها على الكونتور، وبعد كده هاخد الدرجه البينك دي وهبدا احطها على البلاشر عشان نقوي من قوه كل لون فيهم.
بعد كده يا بنات هعمل حواجبي، هستخدم بس الماسكارا بتاعت الحواجب دي. دي ماسكارا حواجب بلوند، البراند بتاعتها اسمها ميني ستار، دي درجتها 6. يا بنات انا هستخدم الهايلايتر المفضل بتاعي، وهو الهايلايتر بتاع أفرا الباليت دي. هستخدم منها العجلة اللي هي فيها كل الدرجات اللي هي دي. بصوا بقى النهارده هستخدم الرموش دي اللي هي من شي ان، ولما جبنا اوردر شي ان وفرجتكم عليه قلت لكم ان انا هعمل لوك هجرب فيه كل المنتجات. احنا يعتبر جربنا كل المنتجات او اغلبها تقريبا. المنتجات شي ان اللي انا استخدمتها النهارده هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق يا بنات. انا هستخدم ايلاينر محمود سعيد، وهحط ايلاينر سريع يكون خفيف قوي عشان بس هلزق الرموش فوق. يا بنات كده انا حطيت الايلاينر خلاص، هبدأ معاكي وهستخدم النهارده الجلو ده من شي ان. ده مفروض جلو لاينر، ده جلو بيتحط في فرشه كده كأنه ايلاينر عادي على خط الرموش، وتبدأوا بعد كده تحطوا الرموش الطبيعيه بتاعتكم. ميزته حاجتين، ان هو سهل في الاستخدام، وكمان ان هو ما فيهوش وقت ان انت تستني ان الجلو ينشف وبعد كده تقومي حاطه الرموش، لا بياخد تقريبا 10 ثواني بس، فده ولا حاجه بالنسبه للصمغ الطبيعي. تعالوا مع بعض نشوف هيعمل. تركب بمنتهى السهوله بجد، متهيالي ده اسهل طريقه تقدروا بيها تلزقوا رموش لو انتم مبتدئين. المنتج ده هيفيدكم جدا. دلوقتي بنات معلش الكاميرا كانت مطفيه، انا استخدمت في تحديد الشفايف القلم ده من ام ان، وكمان ركبت الرموش بتاعتي. هستخدم الروج معاكم، هستخدم الروج ده، ده شكله درجة نود كده انا بحبها جدا، فتعالوا نحطها مع بعض. دلوقتي يا بنات انا كده خلاص خلصت اللوك، هغير بس الطرحه وارجع لكم تاني. وبس كده خلاص كده غيرت الطرحه، حاولت اشوف كذا لون، حسيت ان اليق حاجه النهارده هي الاسود. وبرده هتلاقي الفيديو اللي انا هعمله لكم بعد كده، انا هعمل لكم فيديو هنجرب فيه كل درجات روجات ميه سينما الجديده، فتابعوا الفيديو ده هينزل بعد الفيديو ده على طول. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه عشان يوصل لكم. اللوك ده في الاغلب قائم بس على البشره، لان احنا ما عملناش حاجه خالص في العيون، ما عملناش حاجه خالص تاني في الوش الا هي العين، ركبنا الرموش وبس الروج، لكن اهتمينا بالوش جدا، اسسنا صح، عملنا خطوات صح، عملنا كونتورنج وهايلايت صح، وعملنا كمان بلاشر صح، وثبتنا كل حاجه بحاجتها مظبوط. بقى الفينش زي ما انتم شايفين كده، انا بس ورا الكاميرا زودت وانا واقفه كده بلبس الطرحه، زودت بس الحسنتين دول، دي حسنه كانت اوريدي عندي لكن دي فيك، فده عادي راح احسن في اي تغيير، هم دول بس الزياده. لو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك لو عجبكم، وكمان اشتراك في القناه عشان يوصل لكم فيديوهات كتير من النوعيه دي، وسيبوا لي تحت كومنت برايكم في الميك اب، وانا بتقبل كل الاراء وبرد على اي كومنت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.